عبر الهاتف فضيلة الشيخ حسن الكتاني، عضو رابطة علماء المغرب العربي. فضيلة الشيخ مساء الخير. حياكم الله الكريم. حياك وبياك فضيلة الشيخ. شيخنا، في البداية هناك سؤال مهم جدا، ما حكم الشرع في الاعتداء على حرمات الناس وتهجيرهم من بيوتهم وقتلهم والاعتداء عليهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، ولا شك أن هذا من أعظم أعمال الإثم والفجور، التعدي على المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلم فضلا عن قتله، وجاءت الآيات الكثيرة والأحاديث المتعددة في التحذير من هذا الفعل. فلا شك أن هذا من أعظم الأفعال التي يمكن للإنسان أن يفعلها في أخيه المسلم. طيب فضيلة الشيخ، حتى وإن كان من اعتدي عليه ظالما، هل في الإسلام ما يجيز الاعتداء على بيوت الظلمة مثلا وانتهاك حرماتهم حتى وإن قامت عليهم الحجة؟ والله يعني الأبرياء لا يجوز بحال من الأحوال التعدي عليهم، سواء ما كانوا من أسر الظلمة من الطيف أو غيرهم، فلا يجوز بحجة أنك تريد أن تقضي على ظالم أن تؤذي أبناءه ونساءه وتروعهم. إذا تنزلنا وقلنا إن من يعتدي عليهم حفتر وأصحابه من الظلمة، وإلا في الواقع أنه هو الظالم وهو المتعدي وهو الفتان الذي فتن في البلاد وفتن الناس. طيب نعم فضيلة الشيخ أكمل. فلذلك يعني ما سمعناه قبل يومين من تحرك سرايا الدفاع عن بنغازي، يعني هو خبر سار جدا حقيقة، واستبشرنا به خيرا، ورأينا أنه مما يعني جزء مما كنا ندعو إليه أيضا، خاصة في بياننا الأخير في واحد علماء المغرب العربي، من الدفاع عن أهالي بنغازي وخاصة المحاصرين في جلفودة، وهو أيضا ما كان تدعو إليه دار الإفتاء في ليبيا. وحقيقة هذا كله من الخير ومن بشائر النصر إن شاء الله. طيب فضيلة الشيخ، نصيحتكم لشباب السرايا والذين يتقدمون الآن نحو مدينتهم للعودة إليها؟ نصيحتي لهؤلاء الإخوة أن يصدقوا النية مع الله سبحانه وتعالى أولا، ويعلموا أن ما أكرمهم الله عز وجل به من نصر هو من عند الله عز وجل، فلا يغتروا بقوتهم ولا بما عندهم، إنما هذا من عند الله سبحانه وتعالى ومن فضله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا في قوله: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. فلما أعجب المسلمون بكثرتهم وبانتصاراتهم يعني انتكسوا، فلما عادوا إلى الله سبحانه وتعالى وتواضعوا لله عز وجل نصرهم الله، فليتوكلوا على الله ويستعينوا به ويعلموا أنهم على صبر عظيم، والله ينصرهم ويؤيدهم بحوله وقوته. طيب فضيلة الشيخ، نصيحة منكم إلى باقي شباب وثوار المنطقة الغربية في ليبيا. نصيحتي للشباب وثوار المنطقة الغربية أنكم ثرتم على الظلم والطغيان في ثورة 17 من فبراير، فاستمروا في هذه الثورة حتى النصر الأخير، وهو بأن توحدوا ليبيا كلها تحت راية واحدة وتحت شعار واحد، وهو ما قمتم من أجله من قيام ضد الظلم ومن إقامة شرع الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه ونصرة المظلومين. فهؤلاء في الشرق الليبي من المظلومين، فعليكم أن تتكتلوا وتتوحدوا وتنصروهم وتستمروا فيما قمتم من أجله. طيب فضيلة الشيخ حسن الكتاني، كلمة توجهها لأهالي المنطقة الشرقية وعموم الشعب الليبي ومن أيدوا هذا المجرم الظالم حفتر؟ أولا الذين ظلموا وهجروا وقتلوا، الله سبحانه وتعالى لن يخيبهم، فالله سبحانه وتعالى يسمع دعاءهم، والله عز وجل ودعوة الظالم ليس بينه وبين الله حجاب كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الذين أيدوا الظالم إما رغبة أو رهبة، فليعلموا أن هذا لن يجزيهم شيئا ولن ينفعهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، خاصة إن تسببوا في فك الدماء المظلومة والتعدي وتفتيت البلاد وتشريرها، فقد تسببوا في شر عظيم، وباب التوبة مفتوح ما دامت الحياة في الإنسان. فعلي من يسرع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه عز وجل، وينصر هؤلاء الذين جاءوا لنصرة المظلومين والمحاصرين، ولا يقف في وجههم ولا ينصر الظالم بتاتا، لأنهم إذا نصروا الظالم فإنهم شرط معه.
نعم فضيلة الشيخ حسن الكتاني عضو رابطة علماء المغرب العربي، بارك الله في علمكم ونفعنا بكم وشكرا جزيلا لك على ما تفضلت به في هذه المداخلة.